يشق طريق كفاح للمستقبل بعين واحدة، لكن حياة الطفل خالد ليست دراجة هوائية تسير كيفما شاء. رصاصة مطاطية إسرائيلية أفقدته عينه اليسرى قبل حوالي شهرين عند بلوغه سن الخامسة قرب مدخل بلدته بالزارية شرق تلكرم. يقرع خالد جرس الطفولة المفقودة للعالم، يرد الصمت، فيختار أن تنطلق مباراة خاصة ليتناسى أنه ترك وحيدا كغيره من الأطفال الفلسطينيين. أنا بالنسبة لي الحياة وقفت، يعني لما أشوف ابني بالمنظر هذا بوجه الحياة وقفت، يعني لا قادر أشتغل، لا قادر أكل، لا قادر أشرب. لو أن العين ورد تسقيها الدموع لبكت والدته بما يكفي لتعيد لعين طفلها الحياة. تقول العائلة أن خالد صار انطوائيا بعد الحادثة، يرى في نفسه طفلا مختلفا عن الآخرين. ما يثير دهشته اليوم أنه صار بعين واحدة. بصير يطلع على أخوه الصغير، ليش هذا له عينتين وأنا لا؟ بضل بس يشوف حاله بالمراية بنجان، بخبي عينه اللي بشوف فيها والعين اللي بشوفش فيها، ساعتها بفقد السيطرة عليه. يرى الطفل خالد نصف حقيقة، نصف لعبة، نصف طفولة، لكنه يخشى أن تترك طفولته مرة أخرى وحيدة في مواجهة المستقبل. لم يحمي العالم عين الطفل خالد اليسرى من رصاص جيش اليمين المتطرف الإسرائيلي. تتساءل العائلة حول قدرة الإنسانية في حماية عين طفلها اليمنى المتبقية في المستقبل، فقد صارت الحقيقة اليوم تحتاج لأعين وأنظار العالم. خالد بدير، قناة الغد، من بلدة بالزارية شرق تلكرم، فلسطين.